حاسس ان البورتري ده غرابل قوي كتير. إلى السيدة العظيمة التي وهبتني سنة من عمرها لأقف على قدمي مرة أخرى بقية عمري وأتمكن من إخراج تلك الرواية إلى النور. سلافة. ايوه فريده. ايوه عمرو، النمره بتاعت سلافه دي على طول مقفوله. ممكن معلش تشوف لي لو عندها نمره تانية؟ محتاجه اقابلها ضروري. عايز تقابليها ليه؟ ما انا قلت لك سلافه مش موجوده في بيتها وتليفونها مقفول. معلش هحاول تلاقي لها نمره تانية. طب بقول لك، هي اسمها ايه على الفيسبوك؟ اسمها سلافه عبد الحميد. بقول لك يا فريده، ما تسيبك بقى من سلافه والكلام ده وركزي مع شريف شويه، بتهيألي هو محتاج لك أكتر. طيب طيب.